اوكي، فعملية جمع المعلومات بتكون يا أما عن طريق اللايف كولكشن، فيزيكال داتا اكوزيشن، أو آخر واحدة اللي هي اللوجيكال داتا اكوزيشن. اللايف كولكشن معناها أخذ المعلومات والجهاز شغال، يعني إذا كان هناك انسيدنت، حادثة اختراق، أو أي قضية يعني بيكون فيها ضروري جمع المعلومات، ممكن نحن نجمع المعلومات إن الجهاز لسه شغال وأقوم بأخذ هذه المعلومات، وطبعا في طريقة معينة، في أدوات، والجهاز شغال، يعني الجهاز مش طافي، تمام، ما يتمش إطفاء الجهاز بعدين ننسخ الهارد ديسك، لا، الجهاز لسه شغال نبز معلومات. ليش؟ بنعرف في السلايد الجاية. النوع الثاني اللي هو الفيزيكال داتا اكوزيشن، اننا بناخذ فيزيكالي، بناخذ ايمج فيزيكالي، بناء اطفي الجهاز واشيل الهارد ديسك من داخل الجهاز واخذ كوبي نسخه طبق الاصل من المعلومات اللي في الهارد ديسك، يعني وابدا عمليه الانفستيجيشن او عمليه التحليل. النوع الثالث اللي هي اللوجيكال داتا اكوزيشن. اللوجيكال معناها اننا ما بناخذش نسخه كامله من الفيزيكال هارد ديسك او يعني المكان اللي مخزن فيه، سواء كان سيرفر او هارد ديسك او سان، تمام، فبناخذ معلومات محدده. يعني على سبيل المثال، انا ما اريد كل المعلومات اللي موجوده داخل الهارد ديسك، اريد بس معلومات في مسار معين، هذه يسموها لوجيكال داتا اكوزيشن. او اذا نتكلم على نطاق الشبكه، مثلا عندي سان، تمام، اللي هي ستورج اريا نتورك، انا ممكن يكون يعني اريد اخذ معلومات تخص يوزر معين او قرص معين، يعني بيختلف على حسب القضيه اللي بتحقق فيها، في يعني امور بيستلزم انك تاخذ معلومه معينه، فهذه اسمها لوجيكال داتا اكوزيشن. انه ايضا بعض الاحيان احنا بناخذ معلومات او صوره والجهاز شغال. طيب اللايف كولكشن، لا تتلخبطون بينها وبين اللوجيكال داتا اكوزيشن. اللايف كولكشن انني بناخذ معلومات معينه اللي هي الفولاتيل داتا، معلومات عن التاريخ، الوقت، اسم الجهاز، اليوزر نيم، البروسيس الشغاله، ما بناخذش كل شيء في الهارد ديسك، تمام. بس بالنسبه لللوجيكال داتا اكوزيشن، ممكن ان انا اخذ معلومات معينه من الهارد ديسك او معلومات معينه من السان، او بناخذ صوره كامله من الهارد ديسك بس الجهاز شغال، يعني هذه الحالتين فقط. بنتعرف عليهم بالتفصيل اكثر في السلايد الجاي. طيب انا ليش اسوي لايف كولكشن؟ ليش ما يعني حصلت حادثه او انسيدنت بنوصل للمكان، اذا كانت حادثه اختراق طبعا بتروح للشبكه او بتروح للشركه اللي حدث فيها الانسيدنت، وتبدا يعني تطفي الجهاز وتاخذ صوره كامله من الهارد ديسك وخلاص تبدا التحليل. ليش يعني لازم اخذ معلومات من الجهاز وهو شغال؟ هذا سبب. أو إذا كان هناك جريمة، إذا تكلمنا من ناحية ديجيتال فورنزيكس، من ناحية قضائية أو من ناحية الشرطة، حصلت جريمة والأجهزة شغالة، ليش ما نضفيهاش وناخذ الهارد ديسك ونشيله معانا ونعمل الانفستيجيشنز؟ في عدة أسباب. السبب الأول اللي هو الفولاتيل داتا. الفولاتيل داتا هي المعلومات التي إذا طفيت الجهاز بتروح. هذه المعلومات في الغالب بتكون في الرام او في الميموري حق الجهاز. مثلا انا شغال الان، مثلا انا على سبيل المثال هذا جهازي الان اللي انا مسجل فيه، ايش اللي شغال فيه؟ شغال فيه فيرتشوال بوكس، راح نحتاجه بعد شويه. شغال فيه الان هذا الامبرس اللي هو اللي فاتح فيها السلايد، ثنتين بروسيسز، بالاضافه للبروسيسز العمليات الخاصه بالنظام فيها معلومات، ايضا مثلا اتصال الشبكة، اسماء المستخدمين، في كثير من المعلومات اللي الجهاز ما يقدرش يشتغل بدونها. هذه المعلومات لو طفينا الجهاز بتروح، لان كلها لودد او بتتحمل للميموري، فاحنا بنخسر مصدر غني من المعلومات. اذا تكلمنا في الميموري فورنزكس، استخدمنا مثلا الفولاتيليتي، مشروع الفولاتيليتي، بناخذ صورة كاملة من الرام واستخرج معلومات جدا مفيدة. طبعا هذا موضوع منفصل عن نتكلم عنه، بس اللايف داتا كولكشن مهم جدا علشان ما اخسرش هذه المعلومات.
سبب ثاني ومهم جدا اللي هو الانكريبشن، فول ديسك انكريبشن. في بعض الناس مثلا بيعمل لك فول ديسك انكريبشن على الجهاز، هذا الجهاز بيكون متشفر كامل، الهارد ديسك المعلومات اللي فيه كاملة، الاوبريتنج سيستم، الاجراس، كل شيء متشفر. فلما يفتح جهازه بيبدأ يسأله عن الباسورد، يدخل الباسورد، الجهاز يفتح وخلاص يعمل ديكريبت للمعلومات ويشتغل على جهازه. إذا طفيت جهازه بيعمل بيتشفرين مرة ثانية وهكذا. فهذا يسموه فول ديسك انكريبشن. طيب ايش فائدة الفول ديسك انكريبشن إذا تم سرقة الجهاز؟ مثلا أنت عندك معلومات حساسة في اللابتوب وأنت كثير السفر أو خايف إنه ينسرق اللابتوب، تعمل فول ديسك انكريبشن. إذا حتى أخذ عليك اللابتوب أو فتح الجهاز وأخذ الهارد ديسك وهرب مثلا، أو حصلت سرقة أو أي يعني أي حادثة، فبيجي يفتح الجهاز بيكون متشفر، تمام؟ فإحنا لما يكون في انسيدنت أو يكون في تحقيق ويطلب إن إحنا نجمع المعلومات، إذا كان الجهاز مفتوح لازم نعمل لايف كولكشن، أو إذا كنت أنا عارف إنه الجهاز على انكريبشن في هذا الحالة مسوي لوجيكال داتا اكوزيشن، إني أعمل نسخة طبق الأصل الجهاز وهو والع وهو شغال. بس هذه بتكون نوعا ما ريسكي وفيها يعني هنتكلم عن التفاصيل. فهذه هي الفكرة، إنه إذا في تشفير، إذا تسكر علينا الجهاز والجهاز مشفر مضبوط، يعني التشفير اللي عمله عارف إيش بيسوي، خلاص راحت عليك البيانات. فهذا سبب. السبب الثالث إنه لما يكون عندك سيرفر في شبكة الشركة، وهذا السيرفر حساس بيقدم يعني critical service، بيقدم خدمة أو يعني ما ينفعش إنك تطفي. بيقول لك أصحاب العمل أو أصحاب الشركة أو الـ IT manager بيقول لك هذا السيرفر لا يمكن يطفى، لأنه إذا طفي بيسبب خسائر للشركة أو لسبب معين. في هذا الحالة بنضطر نعمل live collection وكذلك logical data acquisition، تمام؟ طبعا اعيد واقول لكم لا تتلخبطون بين اللايف كولكشن واللوجيكال داتا اكوزيشن. اللايف كولكشن انا بناخذ معلومات الفولاتيل داتا او بناخذ صوره كامله من الميموري بس. اللوجيكال داتا اكوزيشن بتكون اني بنستهدف جزء معين او معلومات معينه اريدها، او بناخذ القرص كامل بس الجهاز شغال، تمام؟ عشان هذا يسموها لوجيكال مش فيزيكال، لانه فيزيكال بتفكه بيدك، بتدخل على الجهاز وتفكه وتطلعه وتركبه وتقوم تنسخ البيانات. بس اللوجيكال بيكون لا، لوجيكالي بتاخذ البيانات. حتى هنا مكتوب في السلايد انه اللايف داتا كولكشن بتاخذ معلومات من مكانين. المكان الاول اللي هي الفولاتيل داتا اللي هي بتوصف حاله النظام، describe the current running state of the system، يعني ايش اللي بيوصف السيستم الان، اللي هو البروسيسز الشغاله، الملفات المؤقته، وكل شيء شغال، كل شيء موجود في الرام هو يعتبر volatile data. الثانيه انك بتكون احيانا interested انك تاخذ الكونتنت حق الميموري، مش احيانا لازم تاخذ الكونتنت حق الميموري، الميموري كله لازم تشيله. اذا مثلا جهازي هذا عندي 12 جيجا رام، إذا أخذت فول ديسك فول ميموري إيمج وتروح تحللها ببرنامج متخصص، تحصل معلومات ما تتوقعها إنك ممكن تحصلها، تمام؟ فعشان كذا اللايف داتا كولكشن ضرورية. علشان أسوي لايف كولكشن في أدوات أستخدمها. بالنسبة لويندوز معنا أداة اسمها ريد لاين، طبعا في أدوات كثيرة جدا بس أنا أذكر لكم بعض منها أو المشهورات. في ويندوز معك ريد لاين، أداة رهيبة جدا بتعمل لك تحليل للفولاتيل داتا بالكامل، وتعمل لك بتاخذ صورة كاملة من الميموري. طبعا ريد لاين هي ما تعتبرش أداة جمع معلومات فقط، لأنه عندك هنا OS collectors وهذه السكريبتس اللي في لينكس بتاخذ لك البيانات وتحطها لك بس، وانت بتقوم يعني تفتحها بادوات اخرى او بتعمل انفستيجيشن عليها مانولي او يعني بتتصرف معها. بس الريد لاين الجمال فيها او القوه فيها انها موفر لك، بتوفر لك ميزه انك تاخذ المعلومات اثناء
الاستجابة للحادثة، وكمان متوفر لك بيئة أو سوفت وير تحلل فيها البيانات. طبعا أنا في قناتي أو أدخل على المدونة حقي بتحصل شرح للريد لاين، سجلت شرح 2 فيديو شرحت فيها أداة الريد لاين، ارجع لهم. بالنسبة للينكس عندنا مجموعة من سكريبتات بتشغل نظام لينكس وتشغل هذا السكريبت وتنقلهم عن طريق الشبكة. يعني طبعا أنا بنفترض الآن إنك فاهم البيست براكتسز والجايد لاينز اللي لازم تتبعها في التحقيق الجنائي الرقمي، إنه لازم ما تغير شيء على الجهاز، لازم إنك يعني تحافظ على الدليل وإلى آخره. فعلشان إني ما أخرب الدليل لازم يا اما اني اجمع الادله لداخل هارد ديسك وصلتها باليو اس بي، او اني انقلهم عن طريق الشبكه. فهذا التول اللي على لينكس اللي ال اي ان ار، ما ادري ايش المعنى لهذه الحروف، لينكس انسيدنت ريسبون ما ادري، هذه عباره عن سكريبت بتشغلها وتشغل في الورك ستيشن حق الفرونزكس اللي شغال معاك انت كمحقق جنائي، بتشغل لسنر للسيرفر او المستمع، ومن وتشغل السكريبت هذه داخل الجهاز اللي بتجمع عنها المعلومات، وهي هترسلها عن طريق الشبكه علشان بس نتجنب ان احنا نخرب الدليل او نعمل او نحفظ البيانات داخل الجهاز اللي احنا بنعمل انفستيجيشن عليه. فهذه بالنسبه للماك ايضا عندهم سكريبت بايثون بيعمل لك توليد وجمع المعلومات كلايف كولكشن ويحطهم لك على الـ USB، تمام؟ فهذه هي اللايف كولكشن تولز. فيزيكال داتا اكوزيشن، طبعا من اسمها فيزيكال معناها انك بتشيل الجهاز، بتفتح البي سي او اللابتوب او وتشيل القرص، بتشيل الهارد ديسك من داخل الجهاز وتعمل فيزيكال داتا اكوزيشن او فيزيكال ايميجينج. طبعا بما انها فيزيكال يعني اني يعني اشيله واخرجه واوصله بلابتوب، اوصله ب طبعا في التحقيق الجنائي الرقمي بيسموه ورك ستيشن او الفرونزكس ورك ستيشن بتوصله. في عندي طريقتين، الطريقه الاولى اني اوصل الهارد ديسك، طبعا طلعته من داخل الكمبيوتر او الجهاز اللي اريد اعمل عنه تحقيق او اجمع المعلومات من داخله. عندي طريقتين، يا اما اعمل دوبليكيت كوبي، تمام، يا اما اني اعمل ايميجينج. ايش معنى دوبليكيت؟ اني انسخ من هارد لهارد. انا عندي هارد مثلا لابتوب طلبوا مني اني اعمل انفستيجيشن عليه او اعمل ايميجينج، اخذ المعلومات فول ديسك ايمج. انا اقدر اني اخذ الجهاز او الهارد ديسك اعمل كوبي من هارد ديسك لهارد ديسك، او اني اوصل الهارد ديسك هذا برايت بلوكر، هذا هو الجهاز اللي على اليمين هذا الاسود، اوصل الهارد ديسك لهنا، ومن هذا الجهاز الرايت بلوكر اوصله بالورك ستيشن واعمل ايمج كفايل، هيكون حجمها اذا كان الهارد ديسك 1 تيرا هيكون حجم الايمج 1 تيرا او الفايل 1 تيرا، او اني اعمل دوبليكيت من هارد ديسك لهارد ديسك. طبعا في معنى هذا الجهاز اسمه ديسك جوكي، في منه الفرنزكس اديشن، على اليمين بتوصل الهارد ديسك اللي انت تريد تاخذ منها المعلومات، على الشمال بتوصل الهارد ديسك حقك كمحقق جنائي او حق المعمل، والبيانات هتنتقل من هذا الديسك لهذا الديسك. طبعا بالميزات حق هذا الجهاز، طبعا كتبت عنهم تدوينات كلهم في حق المدونه ارجع لهم، بس أظني غلط هنا، أظنه على الشمال الجهاز اللي بتشيل منه المعلومات، وعلى اليمين الجهاز حق الفرونزكس لأنه هنا سهم حق الكوبي. المهم هذا الجهاز فيه ميزات، إنه بيعمل لك ويبينج، إنك بتمسح أو إريزينج، بتمسح الديسك بالكامل. يعني نفترض إنه هذا الجهاز اللي على اليمين هو حقك حق المعمل، لازم انك تمسحه وتتاكد بانه فاضي قبل انك تنسخ البيانات له، لان هذه انفستيجيشن، هذه فيها محكمه، فيها قضايا، فيها يعني مصير، ربما مصير شخص. فلازم انك تتاكد ان هذا الجهاز نظيف اللي انت هتنسخ له داخله،
ما فيش بيانات من قضية سابقة، تمام، أو أي معلومات سابقة. فالديسك جوكي بيوفر لك اللي هو ستاندرد من الديبارتمنت اوف ديفنس حق اليونايتد ستيتس، في ستاندرد اسمه دي او دي ويبينج او اريزنج ديسك اريزنج، انه يمسح لك الهارد ديسك 7 مرات، يعمل يكتب اصفار عليه كامل ويمسح 7 مرات. فهذه الميزه موجوده. طبعا لما تولع الجهاز هذا ديسك جوكي بيقول لك اي مود تبدا تشتغل عليه، تريد تعمل ديسك كوبي ولا تعمل حذف. اذا اخترت وضع الحذف بيقول لك اوكي وصل الجهاز خليني امسحه، يبقى يظل يمسح الجهاز. لما يقول لك خلاص اوكي الجهاز نظيف، ابدا انسخ لداخله. بعدين تبدا توصل الجهاز الدليل او الهارد ديسك اللي فيها المعلومات، وتبدا تنسخ، تعمل دوبليكيت كوبي للهارد ديسك حقك او حق المعمل. هنا اللي على اليمين الجهاز اللي هو نسميه رايت بلوكر. الرايت بلوكر هو جهاز يضمن لك بان الدليل ما راح يتغير. يعني تخيل انك اخذت الهارد ديسك من جوات الجهاز ووصلته باللابتوب حقك، واللابتوب حقك او الفورنزيك ورك ستيشن كان فيه فيروس او اي شيء، فهذا الفيروس قام ضرب لك الهارد ديسك او غير لك بيانات داخل الدليل. بهذه الطريقه خلاص الدليل راح. او انك تغلط، قد يكون ما فيش فيروس او مالوير بس انت غلط. طبعا لما تستخدم اداه دي دي ممكن انك تغلط وتخرب الهارد ديسك. يعني لاي سبب من الاسباب لازم نحن نتاكد بان الدليل سليم. فهذا الجهاز اللي هو الرايت بلوكر اللي يعني يعمل بلوك او يمسك لك اي شيء امر للمسح، بتوصل على اليمين. شوف هنا في الصوره هذه الدليل هنا هو يو اس بي، او وحده التخزين هي او جهاز التخزين هو يو اس بي فلاش. على الشمال كيبل بتدخله فين؟ بتوصله بال فرونزكس ورك ستيشن، وتستخدم الادوات اللي نتكلم عنها بعد شويه. هذه الادوات اللي بتعمل على نسخ لليو اس بي. طبعا كيف بيشتغل الفيزيكال رايت بلوكر؟ بيشتغل انه بيمنع اي اوامر كتابه في بروتوكول الاي تي اي. طبعا في الستورج في بروتوكول اسمه اي تي اي، هذا البروتوكول اللي بيتعامل به الاوبريتنج سيستم او الجهاز مع الستورج، تمام، او مع الانترفيس حق الستورج او حق الديسك. فهذا الجهاز بيكون في النص. اذا في امر جاء معناها الامر غير او اكتب شيء رايت، بيمسكه بيحجزه بيقول لا. بس اذا كان في امر ريدنج انه حد يريد يقرا الداتا بس، خلاص بيسمح. فهذا الجهاز بيضمن لك ان الدليل ما يخربش او ما يتعدلش. هذا اللي هو الرايت بلوكر. فعندي طريقتين، يا اما اوصله بالفرنزكس ورك ستيشن، يا اما او اعمل دوبليكيت كوبي لهارد ديسك ثاني. هذا بالنسبه للفيزيكال ديتا اكوزيشن. هذا جهاز ثاني بيعمل كلونينج او بيعمل كلون لنفس الفكره حق الديسك جوكي، بس الديسك جوكي هذا بيدعم جهازين، في جهاز الدليل كل مره اقول جهاز، هي الهارد ديسك الدليل والهارد ديسك اللي بتنسخ له. اما بالنسبه لهذا بيعمل لك كلون اكثر من جهاز في نفس الوقت. هذا الجهاز اللي على اليمين هذا بيعمل لك مسح، نفس الفكره حق الديسك جوكي، بس هذا بيعمل لك 9 اجهزه، 2 3 4 5 6 7 8 اجهزه، في اجهزه 9، في اقل في اكثر. فهذا ميزتها انه سريع، يعني يمشي لك العمل. تخيل ان عندك قضيه فيها 20 هارد ديسك، او قضيه فيها يعني فيها 20 هارد ديسك، على واحد واحد تسوي مسح الديسك جوكي العمليه بالطول. فهذا الجهاز مفيد في مثل هذه الحالات، انك بتعمل مسح لاكثر من جهاز في نفس الوقت. طبعا عمليه الفورنزكس ايمجينج بتاخذ وقت كبير جدا، سواء كنت بتمسح الجهاز او بتنسخ له، فهذه بتسرع العمليه. بالنسبه للفيزيكال داتا اكوزيشن، في حاجات لازم نعرفها او نتعلمها، مثل ان انا اعرف افتح اللابتوب. طبعا انت كمحقق جنائي رقمي صح بيكون عندك خبره تقنيه عاليه التعامل مع كيف تحلل وكيف تعمل انفستيجيشن وهذه الامور، بس ايضا لازم تعرف كيف تفتح الاجهزه. انت لما يكون عندك لابتوب
تم الحصول عليه مصادرته، لازم تعرف تفتحه فيزيكالي وتطلع الهارد من الديسك منه. طبعا قد تظن ان هذه عمليه سهله، يعني اذا تعلمتها بتعلم في بسرعه، بس اوكي هي سهله، بس المشكله انه كل لابتوب من موديل لموديل، يعني من موديل لموديل بتختلف. يعني اجهزه ديل احيانا بعض الموديلات بتكون عمليه الفتح مختلفه جدا من اجهزه ابل مثلا، او من موديل ثاني حق خلينا نقول توشيبا، او فيعني لازم يكون عندك هذا العده. تمام، هذا هو الكيس او المكان اللي بتحط فيه الهارد ديسك او الدليل اللي هي يسموها ايفيدنس باج. طبعا ليش انا هنا حطيتها؟ لانه الهارد ديسك لما يتم مصادرته لازم ينحط في باج متخصصه بحيث انها تعزل الشحنات، طبعا بتكون بلاستيكيه اللي يسموها انتي ستاتيك، فلازم تعزل الشحنات علشان ما يتمش او ما يخربش لانه معروف ان الهارد ديسك عبارة عن معلومات أو أقراص ممغنطة. طبعا أنا سجلت في حق القناة فيديو عن الهارد ديسك وأساسياته وكيف يشتغل من جواته، كويس الفيديو شوفه، يعني بيعطيك نظرة عامة عن الهارد ديسك وكيف يشتغل هذا الأمر، فارجع للفيديو هذاك شوفه. فهذا الباك الإيفيدنس باك، وأيضا بتوفر لك هذه إنه فيها معلومات لازم تكتبها، الايفيدنس ونوعه، نوع الهارد ديسك، اسم المحقق الجنائي الرقمي، رقم الكيس، تشين اوف كاستدي، هذه مواضيع ثانيه بنطرق لها في فيديو ثاني. طيب، بعض الادوات اللي بتستخدمها للفيزيكال داتا اكوزيشن وكذلك بتستخدمها في اللوجيكال داتا اكوزيشن اللي اف تي كي ايمجر، هذه اداه بنستخدمها لعمل نجمع البيانات لما توصل الهارد ديسك. فمعنا أداة اسمها دي دي، وكذلك دي سي اف ال دي دي ودي سي 3 دي دي، هذول أدوات في نظام لينكس، يونكس بيس تولز. هؤلاء أدوات تجارية اللي هي اكس ويز وان كيس، هؤلاء أدوات تجارية ومش مجانية، لازم تدفع علشان تستخدمهم انتربرايز. ف طبعا انا استعرض احنا اف تي كي ايمجر ودي دي ودي سي اف ال دي دي ودي سي 3 دي دي، هؤلاء الادوات الثلاث هنستخدم لانهم مجانيات. تمام، بالنسبه للثلاث هذول اللي بالدي دي وما شابه، هؤلاء اوبن سورس انا استعرضهم. طبعا هنا هذه الصوره بتشوفوا انه كيف بتشوف انه بيوصل مثلا هذا الهارد ديسك اللي في اليمين، هذا بيوصله اول شيء للرايت بلوكر، والرايت بلوكر يوصله لوين؟ لللابتوب، وبعدين من داخل اللابتوب يستخدم اداه دي دي مثلا او يستخدم اداه اف تي كي ايمجر ويعمل ايمج، يعني يعمل نسخه طبق الاصل من الدليل. تمام، ايوه، لما اسوي انا ايمج في عندي فورمات او الفايل نفسها اللي بنخزنه على اي فورمات انا عاد اسوي الايمج. اشهر فورمات بيتم استخدامه اللي هو raw image، هذه عبارة عن صورة أو فايل بيكون raw ما عليش أي ميتا ديتا. وثاني أشهر طريقة اللي هي الـ expert witness format اللي هي من انكيس، أداة انكيس هذيك المدفوعة عندهم فورمات هم عملوه اسمه EWF. طبعا اسم الاداه هذه اي دبليو اف اللي بتعمل لك الايمجنج، بس هذا اللي هو الاكسبرت ويتنس فورمات للفرنزكس والرو. في فورمات ثانيه اللي هي الادفانس فرنزكس فورمات، عندك ال هذا اي اف ليب اللايبرري اللي بتخليك تعمل ايمج. فايش الفرق بين الرو والفورمات الثانيه، او ايش السبب ان يكون عندي اكثر من فورمات؟ طبعا لما بدأ او يعني من قبل كان يتم استخدام الرو ايمج اللي هي عباره عن المعلومات من الهارد ديسك بدون اي ميتا ديتا. ايش اللي هي الميتا ديتا؟ اولا الميتا ديتا هي عباره عن معلومات بتوصف لك المعلومات، كيف يعني؟ يعني اذا كان عندي صوت ملف اغنيه، تمام، المعلومات هي ملف الصوتي. تمام، الميتا ديتا اللي هي المعلومات اللي بتوصف الأغنية نفسها، مثلا
تاريخ إصدار اسم الألبوم، اسم الفنان، تمام، الترميز، يعني معلومات بتوصف لك الملف نفسه. هذه يسموها ميتا ديتا. بالنسبة للدي دي هي تعتبر ملف يحتوي على المعلومات اللي في الهارد ديسك، بس هذا الدي دي نفسه أو الملف ما عنديش فكرة إيش هو، يعني مش إيش هو، ما عنديش فكرة عن المعلومات اللي داخله، رقم الكيس، اسم المحقق الجنائي، مثلاً السيريال نمبر اللي حق الهارد ديسك. فأنا بنضطر إني أسوي صورة كاملة باستخدام دي دي، باستخدام هذا الفورمات، وفي ملف خارجي أو في ورقة أكتب الملف الفلاني هو حق الهارد الفلاني، حق الكيس رقم كذا، اسمي كذا، أنا كمحقق جنائي رقمي، متى أخذت الإيمج، أخذت الإيمج يعني مثلاً يوم الخميس الصباح الساعة كذا. فهذه معلومات كلها بتوصف مين؟ بتوصف المعلومات، بتوصف الهارد ديسك. فهذه اسمها ميتا ديتا. هذه سبب انه الدي دي ما عندهش ميتا ديتا. ثاني شيء الفورمات الثانيه طوروها بحيث انها تدعم الانكريبشن، تدعم الكومبريشن، الضغط للبيانات. مثلا اذا كان عندك هارد ديسك 1 تيرا يعني 1000 جيجا وكان داخله بس 10 جيجا ديتا، لو تاخذ منه ايمج اللي رو ديتا، رو ايمج، هيكون حجم الملف اللي بيطلع بنفس حجم الهارد ديسك، يعني 1 تيرا مش 10 جيجا على حجم البيانات، لان يسموها بيت باي بيت ايمج. فلما نستخدم احنا الفورمات الثانيه اللي طوروها من بعد، صار عندي ميتا ديتا عن الملف. لما انا اعمل ايمج هي نفسها الملف نفسه، الفايل نفسه، نقدر نخزن داخله رقم الكيس، اسم المحقق الجنائي الرقمي، اصدار الهارد ديسك، معلومات كثيره نشوفها لما نعمل التطبيق لكل هذا الشيء. فهذه هي الفورمات. انت لازم اي فورمات تستخدمه، طبعا ما فيش حاجه اسمها اي فورمات تستخدمه، بيكون على حسب الكيس، القضيه، على حسب يعني انت المحقق الجنائي لازم يقرر اي يستخدم، تمام. في الاغلب بيتم استخدام هذا الاكسبرت ويتنس فورمات ولا الدي دي. الدي دي حلاوته انه اي اداه بتفهمها، خاصه الاداه الاوبن سورس. انت لما تاخذ صوره بفورمات دي دي، اي اداه اوبن سورس في اي توزيعه او اكثر مبرمجين بيبرمجوا على اساس انك هتعمل هتتعامل مع دي دي مش على فورمات معين. قد يكون في فورمات، مثلا نفترض انه انا في فورمات طوروه شركه معينه تعرفت عليه اليوم وقرأت عنه، تمام. اذا اخذت انا مثلا ايمج بهذا الفورمات واجي استخدم ادواتي اللي انا متعود استخدمهم، قد يكون مثلا انه الاداه هذه ما تعرفش عليه او ما تقدر تتعامل معه. فلهذا الافضل انك تخليك على الفورمات اللي هي المتعارف اللي كل الادوات تقبله. فاكثر شيء هو الرو ايمج، تمام. هذه أول أداة اللي هي دي دي اللي بتستخدم لأخذ إيمج من الهارد ديسك. طبعاً دي دي هي أداة تم تطويرها في 1970، يعني أداة قديمة جداً، تطوير يعني من ألف، ما أعرف إذا كان في تحسينات الأداة أو من بعد، بس هي بدأ تطويرها في 1970. طبعاً أداة قديمة جداً وما كانش الهدف منها للتحقيق الجنائي الرقمي، لا، هي كانت أداة طبعا برمجوها نظام يونكس، كانوا محتاجين اداه تعمل لك لو ليفل ايميجينج او لو ليفل داتا اكوزيشن، فطوروا هذا الاداه. طبعا الاداه بتاخذ مجموعه من الباراميترز او الاوبشنز، اول واحد اللي هو اف. طبعا كثير من الناس بيتلخبطوا، خاصه اذا كان المبتدئين يبداوا يتعاملوا مع هذه الاداه ويغلط في المسار، يغلط ما بين الباراميترز ويتسبب انه يفرمت جهازه. يعني بدل ما تقول له شيل المعلومات من الهارد ديسك الى جهازي كملف، لا، بتغلط وتقول له شيل المعلومات من جهازي لايمج، في يتخرب عليك الهارد ديسك تبعك. لازم تتعامل مع الاداه بحذر. طبعا احنا نطبق على فيرتشوال ماشين، وعاد اوريكم كيف ان انتم تتعاملوا مع فيرتشوال ماشين علشان تتجنبوا اي اخطاء اذا حاب انك تعمل براكتس وتتدرب على الاداه. اول باراميتر بتستخدمه اللي هو انبوت فايل او انبوت فايل. الانبوت
قد يكون فايل، قد يكون فيزيكال ديسك، قد يكون هارد ديسك نفس حق الاوبريتنج سيستم. في هذا الانبوت فايل هو السورس او اللي يتم اخذ البيانات منه، تمام. الاوتبوت فايل اللي هو الناتج، الملف اللي يتكون او اللي المعلومات لوين بتتحط، بتتحط للمكان اللي بتحدده في الاوتبوت فايل. هنا بتحدد السايز حق السيكتور او البلوك يسموها احيانا، فعلشان تعرف ايش معنى سيكتور وايش معنى هذه الامور ارجع للفيديو اللي كلمتكم عنه اللي هو تكلمت فيه عن الهارد ديسك. بشكل افتراضي او الديفولت فاليو للسيكتور هي 512. طبعا اذا ما ذكرتها يعني ما كتبت هذا البارامتر بيتم اعتماد 512، بس الافضل انك تكتبها عشان تكون ضامن انه 512 هو الديفولت السيكتور سايز. هنا سكيب اللي هو انا بناخذ، اذا انا ما حددتش سكيب مثلا بياخذ لي صوره من الكورس كله من السيكتور رقم 0 لانها الى اخر سيكتور لنهايه الديسك. بس اذا انت تشتي تاخذ مثلا بيانات من السيكتور رقم 1000 الى السيكتور رقم 2000 مثلا، فبتحدد لا عفوا ايوه هذا السكيب اللي هو من وين يبدا السكيب، عفوا هذا منين يبدا. أنا إذا قلت له ابدأ خذ صورة من الهارد ديسك ابدأ من السيكتور رقم 1000، فأنا بنحدد له اسكيب أو تخطى 1000 سيكتور بعدين ابدأ انسخ، تمام. الكاونت اللي بنحدد له كم سيكتور أنا أريد، يعني من وين لوين، تمام. هتعرفوا كيف تستخدموا هذه الخيارات لما أطبق، بس هذه يعني بشكل سريع. الأمر اللي بتستخدمه اللي هو دي دي، تمام. طبعا هذه بتستخدمها في لينكس، تمام، تكون روت تقول دي دي انبوت فايل اللي هو الهارد ديسك اللي اسمه اس دي اي. معروف انه في لينكس everything is a file، الهارد ديسك هو عباره عن فايل موجود في المسار ديف. فانا بنقول له دي دي اف ديف واقول اس دي اي اللي هو، او احدد اس دي اي واللي هو الهارد ديسك. اوتبوت فايل اللي هو الايمج درو، هذا اللي هو المعلومات كلها هتكون على هيك فايل بنخزنه. بعدين بنحدد النو ايرور وسينك سينكرونايز. النو ايرور طبعا ما استخدمنا في هذا المثال اللي هنا في السلايد، هذه ما حددناش الاسكيب والكاونت، معناها انه راح اخذ كل شيء في الفول ديسك ايمج. ايش هو هذا نو ايرور والسينك؟ هذه الأداة دي دي في لها عيوب. إيش هي العيوب؟ العيب إنه إذا كان في إيرور، حصل إيرور للهارد ديسك أثناء قراءة السيكتور رقم 2000 مثلا أو 50000 مثلا، إذا حصل إيرور وما عرفش يقراه لسبب معين، قد يكون باد سيكتور أو أي سبب فيزيكال إيرور مثلا، في بتتوقف الأداة، خلاص عملية الإيميجينج بتتوقف أو عملية النسخ كلها بتتوقف. فهذه مشكلة. فعلشان أقول له أنا إنه إذا حصلت إيرور حاول، إذا ما قدرش واصل عملية النسخ، فمن أقول له نو إيرور عشان يواصل. المشكلة الثانية السينكرونايزيشن، يعني أنت وقت ما بتنسخ أو الأداة وقت ما بتنسخ بيتم تسجيل السكتر باي سكتر، انه هذا السكتر الفلاني حق البيانات هذه. مثلا السكتر الاول فيه اغنيه، تمام، نسختها. السكتر الثاني فيه صوره. السكتر الثالث طبعا هذا مش الموضوع مش شغال كذا، بس انا اعطيكم بس مثلا. فاذا انا حصلت ايرور في السكتر الخامس بيقوم يقفز، او لان انا قلت له نو ايرور، يتخطى، يعملوا اصفار ويتخطى. فالمشكلة ان ترقيم السيكتورز بيكون في مس ماتش في ترقيم السيكتور والبيانات. انا من اش انا بناء على حسب الديتا ان السيكتور الخامس لازم تكون الصورة، بس انا عشان قفزته وعشان الايرور لا سر الخامس حاجة ثانية. ما فيش سينكرونايزيشن او ما فيش توافق ما بين السيكتور رقم السيكتور والبيانات اللي هو عليها، يعني اذا كان في ايرور فهذه مشكلة، تمام. فعشان كذا لازم أقول له synchronize لرقم السيكتور مع البيانات.
إذا تم تخطي سيكتور معين لازم تتذكر بأنك تخطيت السيكتور رقم 50، ولازم ترقم أرقام السيكتور الصح وتعمل ماتش مع الديتا، تمام؟ فهذه لا، هذه الخيارات اللي أنا بنستخدمها. وكمان بيعمل لك إيش؟ زيروز على السيكتورز اللي هو عليه ايرور أو عليه مشاكل أو اللي عليها المشكلة. طبعا الأداة تي دي أنا ذكرت إنه ما كانش الهدف منها تحقيق الجنيه الرقمي، فكان في ليميتيشنز معينة، يعني في يعني مش هي يعني متخصصة على هذا الشيء. فتم تطوير هذه الأدوات الأداتين اللي هي based on دي دي، يعني استخدموا السورس كود حق دي دي وطوروه وأنتجوا أداة اسمها دي سي اف ال دي دي وكذلك دي سي ال دي دي. هذه من تطوير وزارة الدفاع الأمريكية، تمام؟ طوروهم واحدة في 2008 واحدة أظن في 2003، مش متأكد بالضبط بس يعني في الألفينيات. هذا طبعا التطوير ما زال مستمر للدي سي ال دي دي، مش متأكد بالنسبة للدي سي اف ال دي دي التطوير ما زال إذا بيتابعوها ولا لا. بس هذه أداتين مشهورات جدا لعمل الايمجينج. طبعا كان في مشكله في الدي دي انها ما بتدعمش الهاشينج. الهاشينج امر مهم جدا جدا جدا. نتاكد بس التسجيل ماشي. طيب بالنسبه لهذه الاداتين اشكال ليش تم تطويرهم؟ طبعا كان في فيتشرز مش موجوده في الدي دي، تمام؟ اللي هو الهاشينج، اهم فيتشر اللي هو علشان الهاشينج. طبعا في لوجينج وامور ثانيه دعم اكثر من هاش، بس الهاشينج معناه انا اذا اخذت بيانات من الايمج الى صوره لازم اكون منه هاش. الهاش هذا يضمن بان البيانات ما يعني ما تمشي التلاعب فيها او لم تتغير. طبعا ممكن انه يعني ما اريد اطول في حكايه الهاشينج، بس روحوا ابحثوا عن النت ايش معنى هاشينج، ام دي 5 وشا 512، ايش الفائده منه؟ بس هو كريبتوغرافيك هاش اللي هو بيوصف يعني عباره عن خوارزميه معينه او رياضيه بيتم توليد هاش طويل قيمه كبيره. هذا القيمه اذا تغيرت البيانات حق الهارد ديسك بس بت واحد او بايت واحد هذا القيمه بتختلف، تمام؟ فانا في اول ما اخذ الايمج او الاداه نفسها الدي سي 3 دي سي 3DD تسوي لي هي هاش، وبعدين إذا حبوا يتأكدوا بأن البيانات ما تمشي التلاعب فيها يولدوا هاش مرة ثانية ويشوفوا هل هاش هذا يطابق الهاش ده، طابقوا يعني البيانات سليمة 100%، تمام؟ ابحثوا في النت معلومات زيادة عن الهاشينج، تمام؟ فعلشان استخدم أداة DCFLDD نفس الأوبشنز، لأن الأدوات نفسها مبنية على أداة DD. بنعمل الانبوت فايل وحدد الهارد ديسك والاوتبوت فايل وحدد الفايل نفسه الايمج فايل، وعندك هنا الخيارات النو ايرور والسينكرونايزيشن والملف الايرور لوج اللوجينج، انه يقول لك ان انا في السيكتور رقم 50 حصل معايا مشكله وتخطيتها، السيكتور رقم 150 تخطيتها كان في مشكله، السيكتور رقم 60000 تخطيتها. فهذا الملف الايرور دوت لوج بيتم تسجيل فيه اي كل الايرورز. في اداه دي سي 3 دي دي ما بنذكرش هذا الخيارين نو ايرور وسينكرونايز، لانه وكذلك بالنسبه للايرور لانه خلاص بلت ان موجوده داخله الفيتشرز هذه، يعني بشكل تلقائي بتسويها الاداه، تمام؟ انا افضل دي سي ال دي دي على هذه دي سي اف ال دي دي. فبهذا الامر انك بتكتب الام انك بتعمل ايمجينج، بتحدد الانبوت فايل اوتبوت فايل، بتختار هاش ام دي اف 5. MD5 في العادة بيكون أسرع للحساب من SHA-512. طبعا هذا الأمر بيعمل هاشينج بـ MD5 وكذلك هاشينج بـ SHA-1 وكذلك هاش بـ512. إذا حبيت إنك يكون عندك أكثر من هاش تقدر تختار واحد وتمام، أو أكثر من واحد. فهذا الأمر اللي هنا بيستخدم أكثر من هاش. إحنا قلنا بأنه DD ما كانش فيها ميزة الهاشينج، عشان كذا طوروا هذه الأداة هاشينج ولوجينج، أطوروا أدوات جديدة. ممكن نسوي هاشينج اذا انت تريد تستخدم دي دي، مثلا انك تقول له خذ لي كوبي من الـ من الـ
من الهارد ديسك اللي هو موجود في الديب اس دي اي، واعمل الامر، اعمل بايب لايننج بايبنج عفوا بايبنج لتي امر تي، هذا اللي بيستقبل منك ستريم اوف داتا ويحطها لك في ملف ايمج دوت رو، وكذلك اعمل بايبنج ل ام دي اف 5 سام، هذه اداه بتحسب لك الهاشنج. يعني هذه طريقه اذا انت مضطر تستخدم دي دي، يعني ما فيش حل، بس انه دائما استخدم دي سي 3 دي دي افضل اداه يعني. طيب اذا تذكرون في السلايد حق الايمج فورمات ذكرنا بانه عندي فورمات ايمج دوت رو اللي هو الرو فورمات، وعندي فورمات تم تطويرها لاحقا فيها ميزات الميتا داتا، فيها ميزات مثلا الكومبريشن وهذا الامر. الاداه EWF اكواير هذا بتاخذ لك ايمج من الهارد ديسك بصيغه او بفورمات EWF تمام، اللي هو حق الان كيس اكسبيرت ويتنس فورمات. ببساطه بتستخدم EWF اكواير وتحدد له كومبريشن، تقول له ذا بيست، يعني تقول له جيب لي بيست كومبريشن، وتحدد له التارجت اللي هو الملف اللي هيتم مخزن فيه الصوره، وهي الهارد ديسك استخدام الاداه. في معنا اداه اسمها FTK Imager تشتغل على نظام ويندوز كذلك، وكذلك نظام لينكس نفس الفكره، بتحدد له الهارد ديسك، بتحدد له هنا بعض الاتريبيوتس او البارامترز، هنا بتحدد له الكومبريشن، يشوف الدوكيومنتيشن حق الاداه ويعرف في اكثر من كومبريشن، وهنا ديسكريبشن وال اسم الصوره او اسم الفايل تمام. تستخدم باستخدام اداه FTK Imager طبعا. كل الادوات اللي انا هذكرها هنا انا اعمل لها تطبيق عملي تمام. نجي لعند اللوجيكال داتا اكوزيشن. هنا الريزنز ليش احنا بنحتاج لوجيكال، انا طبعا تكلمت عنهم في البدايه، انه بيكون اذا كان عندك ناس نتورك اريا ستورج، طبعا احيانا بيكون عندك امور قانونيه. انا اذا كان عندي قضيه بتخص اليوزر اكس مثلا، انا اذا جبت قرار من المحكمه او امر من المحكمه اني احصل على البيانات حقه لشركه معينه، يسمح لي بس اني اخذ بيانات اليوزر اكس، ليش اخذ اللسان كله او عفوا الناس كله اللي هو نتورك اريا ستورج؟ يعني امور قانونيه، يعني ما يحق لك، فراح يعطوك ايش البيانات الخاصه باليوزر كذا. فهذه هي اللوجيكال داتا اكوزيشن، انك تاخذ معلومات معينه او الهارد ديسك كله او الجهاز وعلى. ايضا الفيرتشوال ماشين، انك طبعا مع الان مع التطور حق الفيرتشواليزيشن، وانه السيرفرات اصبحت تقسم الى اكثر من سيرفر داخله، بس انه يكون فيرتشوال سيرفر وهذه الامور، فانك تاخذ الصوره او الهارد ديسك الكامل حق الفيرتشوال ماشين، هذا يعتبر لوجيكال داتا اكوزيشن. طبعا لوجيكال داتا اكوزيشن بتضم انك تاخذ بيانات بارتيشن واحد فقط. طبعا هنا عندي اذا اخذت انا فول ديسك ايمج بناخذ كل البارتيشنز الموجوده او الاكراس الموجوده داخل الهارد ديسك، او انه انا اريد مثلا الكرسي دي في نظام ويندوز او الكرسي الفلاني، اريد انه البيانات ما اريد الهارد ديسك كله، اريد البارتيشن معين. في هذا الحاله استخدم اداه دي دي، واحدد شوفوا هنا حجم السيكتور 512، واقول له ابدا من السيكتور 63 وانتهي بهذا الرقم اللي هو نهايه الايمج. هنا بيوضح لك في الصوره ان هذا الديسك في اكثر من قرص، القرص الاول فات 32، القرص الثاني اوبن بي اس دي نظام الملفات، الثالث ان تي اف اس. فانا اذا اريد ان تي اف اس مثلا، اريد بس هذا الايمج من هذا القرص فقط، فتبي تبدا من هذا السيكتور 4 مليون و209 هذا السيكتور، وتنتهي هنا. شوف هذا الامر الثالث، هذا الانبوت فايل بتخرج المعلومات. طبعا هنا بتلاحظوا هنا مكتوب انبوت فايل اسم ملف ديسك 1.dd، والاوتبوت فايل بارت 3 يعني القرص الثالث. انا مش ضروري لما استخدم انبوت فايل هذا الباراميتر، مش ضروري اني دائما احدد هارد ديسك، لا،
ممكن انك تاخذ صورة كاملة من الهارد ديسك في ملف، نسميه الملف مثلا ديسك 1.td، وبعدين استخدم هذا الملف كسورس، طلع منه معلومات مرة ثانية. يعني أداة دي دي تشتغل على أجراس فيزيكال هارد ديسك، وتشتغل حتى على ايمج أو على فايل. تمام، أنا استعرض هذا كله في العملية. طيب طبعا إذا كان في هارد ديسك، هذا الهارد ديسك فيه مشاكل، دامجد هارد ديسك أو دامج هارد ديسك، لما تعمل ايميجينج منه، الأدوات هذه اللي بتعمل ايميجينج بتحاول بقدر المستطاع أنها تتخطى الايرور، أو تحاول تعالج الايرور وتشيل البيانات منه، أو إذا ما قدرتش تقرأ السيكتر أو كان في باد سيكتر بتتخطاه وتعمل زيروز أصفار مكان السيكتر هذا، وتمشي وتعمل لوجينج وتعمل المطلوب. بس احيانا الهارد ديسك لما يكون خربان احيانا يضبط احيانا ما يضبطش، احيانا يعني في مشاكل. فالمشكله الان انه كل مره اعمل ايميجينج الهاش بيكون مختلف. يعني انا عملت ايميج وعملت التحقيق الجنائي الرقمي وقدمتها للمسؤولين او في يعني اي ما كان السيتويشن، حبوا يتاكدوا بان الهاش هذا صحيح، او انا ما تلاعبتش في الدليل، او لم يتم التلاعب في الدليل، فبيقوم ياخذوا هاش مره ثانيه ويقارنوه. بس المشكله انه كل مره بناخذ هاش بيكون هاش مختلف، لانه اصلا الهارد ديسك مش مستقر لانه في مشاكل. فيش الحل؟ الحل ان احنا نقسم الايمج نفسها اللي انا بنسويها الى اجزاء صغيره، واخذ هاش لكل جزء صغير. يعني اذا كان عندي هارد ديسك جيجا، 1 جيجا، بس خلينا نفترض هذا الافتراض، انا ممكن اقسم الهارد ديسك الى 10 ميجا، الى ملفات صغيره، كل ملف يعتبر 10 جيجا، عفوا 10 ميجا عفوا، واخذ هاش من كل ملف. طبعا هيكون عندي 100 جزء، صح؟ لانه اذا افترضنا ان حجم الهارد ديسك 1000 ميجا، طبعا هو 1024، بس خلينا نقول انه 1000 ميجا، وقسمت ال 1000 ميجا الى ملفات، كل ملف عباره عن 10 ميجا، واخذت هاش من كل ملف. طبعا الاخطاء او الهارد ديسك هو فيه مشاكل في اجزاء معينه في السيكتورز، يعني في السيكتور رقم 500 والسيكتور رقم 600 والسيكتور رقم 700 مثلا، هذه فيها المشاكل. فانا اذا قسمته الى اجزاء، بس الملفات الصغيره اللي قريبه من المشكله هي اللي راح تتاثر او يكون لها حقها الهاش مختلف، بس بقيه الامور بتكون في السليم، بتكون كويسه، الهاش حقها بيكون متطابق. بهذه الطريقه نايش جزء كبير من الهارد ديسك عرفت اطلعه مع هاش مضبوط، واعمل الانفستيجيشن حقي والتحليل حقي. اذا في تحقق ممكن يتم التغاضي عن هذه الاجزاء اللي مش دقيقه، او الهاش حقها بيكون يعني مش صحيح لانها كانت قريبه من المشكله في الهارد ديسك. طبعا اذا شفتوا الفيديو حق اللي تكلمت عنه بتعرفوا ايش اقصد، انه قريبه مش قريبه، لانه ايش يعني قريبه؟ لانه الهارد ديسك بيتقسم الى سلندرز، والسلندر بتقسم الى بلاترز، والبلاتر بتقسم الى سيكتور. هذه الامور شوف الفيديو. فهذا هو غرض الهاش ويندو، احيانا يسموها الهاش ويندو يسموها، كتبت تدوينه عنها بس وصف سريع. فهذا غرض. ايضا انه بيكون مفيد اني اعمل سبليتنج للايمج. تخيلوا انا عندي هارد ديسك 2 تيرا، تمام، واريد اخذ منه ايمج، الملف المتكون من هارد ديسك بيكون 2 تيرا، فايل واحد 2 تيرا كبير جدا، فصعب اني انقله من جهاز لجهاز، او اعمل له نسخه او ارسله على الشبكه او ارفعه فافضل نحن نقسمه ملفات اصغر، تمام، عشان اقدر اتعامل معه. فسبليتنج ميزه موجوده في هذه الادوات DCFLDD وDC3DD، بتوفر لي هذه الامور. تمام، الى هنا انا خلصت، الى هنا انا خلصت الـ النظري. اتمنى انه يعني فهمتوا اللي شرحته، وهتسوي لكم فيديو ثاني واسوي لكم العملي كله، نستعرض ادوات على السريع، يعني نوريكم كيف تشتغل، لانه في امور تعرف يعني الاداه كيف بتولد الملف، كيف بتحفظ الميتا ديتا وبعض الامور. فنشوفكم في الفيديو الثاني.